تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لليوم الثالث والأخير في استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هذا ويهدف البرنامج لإعداد المرأة المصرية في المواقع التنفيذية المختلفة، وبلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة مقسمات على 3 أيام، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. الحقيقة أنا بشكر وجود الإعلام معنا في الثلاث أيام دول لتغطية حدث مهم من أحداث الأكاديمية في أحدث مدارسها، مدرسة المرأة للقيادة. والحقيقة الثلاث أيام كانوا ناجحين بمشاركة السادة والسيدات المختبرين أو القائمين في على الرؤساء ورئيسات اللجان المقابلات الشخصية. والحقيقة هم أضافوا برضو للتجربة، سواء للمتقدمات يعني اجتازوا أو لم يصادفهم الحظ المرة دي، ونتمنى لهم إن شاء الله حظ أوفر في برنامج تاني أو في تقديم على الدفعة الجاية من نفس البرنامج. لكن إثراء التجربة كان بوجود شخصيات مميزة جدا، والحقيقة الوجود الشخصيات اللي بتختبر كان في تنوع من رجالات الدولة، من وزيرات ورؤساء هيئات حكومية أو تابعة للدولة، وكذلك من رؤساء مؤسسات دولية وأمم متحدة واتحاد أوروبي.